السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اللي هنتكلم على الطبقة الشغيلة، وخصوصا الطبقة الشغيلة في المقاهي، وبالأخص الناس اللي متزوجة وعندها وليدات، واللي عانت الكثير والكثير بسبب جائحة كورونا. هذه الطبقة اللي كنا ياسر منهم تكلمنا معهم واستفسرناهم بصفتنا كفاعلين محليين وكمهتمين بالشأن المحلي. هذه الشريحة اللي هي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع بجهة الداخل والدابة، خصوصا المملكة المغربية الشريفة كاملة. وكما كتعلموا أن صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله قال خاص تعطير الطبقة الشغيلة. واليوم اللي نتكلم أنا خاص نص على الناس اللي كيخدموا في المقاهي واللي مزوجين واللي بولادهم، كان اللي عنده 3 دراري، كان اللي عنده 4، كان اللي عنده 5، وخدام غير في القهوة، يعني خدام بالسميك. يعني هاد أرباب المقاهي الله يهديهم، علاش ما يديكلاريو هاد الطبقة الشغيلة اللي عندهم؟ علاش ما يديكلاريو؟ راه كما كتعرفوا انتم كطبقة شغيلة سيتو الناس اللي كيخدموا في القهوة، اللي انا كيجوا عندي كيتكلموا نفيدنا الله يخليك، قلنا واليوم غادي نتكلم انا فهمت. اولا الى رب العمل خلص عليكم لا سينيسيس، وهي ما غاديش تكلفوا بزاف، تكلموا تقريبا شي 200 ولا 250 درهم، اولا كاع نقولوا كاع 300 درهم في الشهر، يحيدها لك من الماندا. يكون عندك مجموعه من التعويضات ومجموعه من الامتيازات، منها التطبيب، ومنها الدراري كيرجعوا لهم شويه من المدرسه، عادي يكون عندكم واحد التقاعد، ولو توقفتي على العمل يلقوا يخلصوك، وكاينه مجموعه من امتيازات اخرى اللي انا ما كيقولوها لك اصحاب ذوي الاختصاص. انا غير كنزيد نشجع باش هذا الطبقه الشغيله يلحوا على ارباب المقاهي باش يخلصوا عليهم لا سينيسيس، اللي هي مساله واجبه. راك عرفتوا انتم عانيتوا، وكنت انا كنحضر في ايامات الكوفيد وايامات الحجر الصحي اللي كنا كنعملوا مع السيد رئيس جهه الداخل والداب، او مع المجلس الجوي جهه الداخل والداب، وعطى مساعدات بلغت حتى ل 35,000 قفه، وكانت لاصحاب المقاهي بجهه الداخل والداب حصه كبيره. ما كنت لقيت انا مع وحدين ما لقاو مساكين ما ياكلوا، بوليداتهم ما لقاو ما ياكلوا، ولو كان رب العمل عطاهم ولا خلص عليهم لا سينيسيس وتوقفوا عن العمل في كما كتعرفوا في 15/3، الدوله كانت غادي تعوضكم، يعني لا سينيسيس كانت غادي تعوضكم. كما كتعرفوا ان الدوله عوضت في شهر 3 في 15/23/3 عوضت 1000 درهم، وفي شهر 4 عوضت 2000 درهم، وفي شهر 5 2000 درهم، وفي شهر 6 2000 درهم، ويمكن حتى شهر 7 عوضت 2000 درهم. يعني علاش هذه ما تستافدوا منها انتم؟ كاين بزاف اللي مرقد الزنقة اللي كيتشكى، ونزيد على ذلك هم اصحاب القاعات الرياضية، اصحاب القاعات الرياضية اللي عانوا، اصحاب القاعات الرياضية اللي شفناهم دابا كيديروا مظاهرات، وشفنا بزاف ديال المسائل. راه انتم اللي غالطين، الدولة ما عندها ما دير لكم. الانسان يكون عنده الوعي، انت نهار اللي كنت خدام على ما تدفع على راسك لا سينيسيس، ولا الجمعيه اللي خدام فيها تدفع لك لا سينيسيس. الانسان يشوف، انا ما كليت بقى ديما صحيح، وكنت تكلمت انا في هذا الموضوع مع اصحاب القاعات الرياضيه بجهه الداخله والذهب، وخصوصا ديك الرياضه اللي كنت كندير انا معهم، وبقى كلشي كيستهزا وكلشي كيستخف. وهالنتيجه كانت جا الكوفيد، كلشي ما لقاو ما ياكلوا. انا بانوا لي شي مدربين كيبقاو ينقزوا في ذاك الفيس، كينقزوا كيقول لك زعما الرياضه عن بعد، باش دوك الكليان ديالو ما يهربوا له. الناس كتهرج فيك وكتضحك فيك، اش من رياضه عن بعد؟ ولا انا شخصيا ما كنامنش هذيك الرياضه عن بعد، وهذا مثلا كنامن انا انسان يدخل القاعه ويتريني. حتى ان الامتحانات اللي كانت عن بعد انا ما معترفش بها شخصيا، امتحان عن بعد ما نعترفش، لان الفنون القتاليه خاصها تكون في وسط الميدان وفي وسط القاعه. انا شخصيا لا اعترف اي امتحان يكون عن بعد، انا ما كنعترف به، وهذا من حقي وبحقي نتاقد. كيف امتحان عن بعد؟ ما علينا، هذا ما هو موضوعنا، احنا غندخلوا الموضوع ديال لاسينس. لهذا كنطالبوا من صحاب ارباب العمل
انهم وتنفيذ التعليمات الملكيه السامية باش يخلصوا للطبقه الشغله اللي تابعه لهم لا سي ان اس اس، يخلصوا لهم لا سي ان اس اس. هذا راه واجب، لان الا ما خلصتي للطبقه الشغله ديال لا سي ان اس اس ولا العامل لا سي ان اس هو متزوج، انت كترتكب حقه جريمه. هو راه كيقدم لك مجموعه من الخدمات، كاين اللي مزوج عنده جوج دراري، كاين عنده ثلاثه دراري كيقراو، كاين اللي كيمرض، اللي كان انت كاع شحال كتخلصوا؟ القليله القليله كنشتا انا كيتخلص 40، كاين 50، كاين مسكين اللي داير شركه مع صحابو هكا قهوه كيخلصوا لك راه ماشي 10000 ولا 15000 درهم، كتشط ليه 1000 درهم، تشط ليه 1500 درهم، ومع ذلك ما عنده لا سي ان اس اس، ما عنده والو، راه اخر حتى كيخرج يتشرد، وكتشوف كديروا مظاهرات كتلوموا فيها الدوله، راه لوموا نفوسكم ولوموا الناس اللي نتوما خدامين، الدوله ما عندها ما دير لك، الدوله نبهاتك ووضحتك، وانا بصفتي كفاعل محلي كنقول لكم قولوا الارباب العمل ديالكم يخلصوا لكم لا سي ان اس اس، راه كاينه مندوبيه التشغيل، كاين الناس ديال لا سي ان اس اس اللي يوجهوكم ويأطروكم، حنا كنوعوكم باش تخلصوا لا سي ان اس اس، ولا قدر الله توقع شي حاجه تكون بعدا مخلص، يكون مرض، تكون عاهه مستديمه، يكون عندك تقاعد، انت ما غاديش ديما تخدم، راه كتكبر وليداتك غادي يكبروا، انت غادي تخدم عليهم، غيبغوا يقراوا، غادي خاصك توفر لهم، يكون عندك واحد التقاعد وتكون عندك واحد الكرامه، يعني لا سي ان اس اس في وجهه نظري توفر لك الكرامه. وهذه هي تنفيذا للتعليمات الملكيه الساميه لصاحب جلاله الملك محمد سعيد نصر الله، والى فيديو ثاني ان شاء الله ونتكلموا على الطبقه الشغيله ونشوفوا شي قطاع ثاني بعد ما يسولونا وننبهوا الناس ونوضحوا لهم باش يمشوا يتسجلوا وينخرطوا في لا سي ان اس اس، فيها مجموعه من الامتيازات وتجمع نقاط وتجمع ياسر المسائل باش ترجع لك، راه الوقت ما تعرف كي داير. والسلام عليكم ورحمه الله.